تظاهر صباح اليوم عشرات من شباب 25 فبراير عند تقاطع الطرق المعروف بكارفور مدريد، مطالبين بسقوط ما أسموه الحكم العسكري في موريتانيا وبإقامة ديمقراطية حقيقية توفر العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص والحقوق لكل المواطنين. وشارك في المظاهرة المخلدة في التظاهرة المخلدة لذكرى 3 لإنشاء الحركة شباب من مختلف الأطياف المعارضة للسلطة القائمة. عن طريق إجباراتنا ومناسبات ذكيتها. لا يجي واحد ماشي من الطب العمومي عبارة عن شبه البيدات اللي مبنية في مرتها، وإنتنا خارج ذا العيادات الخاصة.